أحبتي أصدقائي السلام عليكم. نستمر أيضا في ما يسمى بالسيبربل ديفرنشال إكويجنز والمسألة رقم 2. وكما قلنا في الفيديو السابق في سؤال رقم 1 بأن y برايم يفضل أن نكتبها بهذا الشكل لتكون dy على dx. هذا ليس شيئا جديدا وإنما هذه هي نفسها y برايم equals 3x plus 5y minus 2. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه هو هل نحن قادرين فعلا على أن نفصل هذه المعادلة والفعل هذه المعادلة separable؟ هل أستطيع كتابتها على شكل function كله y's ولا يوجد فيه x مضروبا في dy equals function آخر كله x's ومضروبة في دي اكس ولا يوجد فيها شيئا اخر؟ لاحظ معي باننا محظوظين جدا بهذه المسألة وهي بقمة السهولة، بمعنى انه اذا يعني عملنا كروس ملتيبليكيشن او ما يسمى بالعربي بالضرب التقاطعي او التبادلي، سميه كما شئت، كروس ملتيبليكيشن سيخدمنا جدا. نضرب دي واي بي واي ماينس 2 تصبح واي ماينس 2 ملتيبلايد في dy equals 3x plus 5 multiplied في dx. ولاحظ بأننا تمكنا من فصل هذه الـ differential equation إلى y's مضروبة في dy وإلى x's مضروبة في dx. ظاهر أنه لا يوجد هنا أي x، لا يوجد هنا أي y، فلهذا هذه عن جدارة تستحق أن تكون separable differential equation. وفي هذه الخطوة نعمل integration for both sides. وكيف نجري integration ل y؟ يا ترى y هي y squared ويسبقها 1 over 2 minus 2 تصبح 2y. أحيانا البعض يعني من خلال تجربتي يكامل الكونستانت هذا 2x وليس 2x وإنما هو 2y، لأن integration dy وليس dx. ثم كيف نجري الانتجريشن هنا؟ 3 times الx تصبح x squared وهنا 1 over 2 وهو الريسبريكال لهذا الريزلتنج باور، وال 5 dx تصبح 5x، ثم نضيف الكونستانت of indefinite integral c. بقي علينا رتوش بسيطة وهي أن نضرب هذا العددين فتصبح عندي 1 over 2 y squared minus 2y equals 3 times 1 3 over 2 x squared plus 5x plus c. هناك شيء أعقب عليه يا أصدقائي، الآن انتهى الحل بطريقة طبعا أوفيشالي انتهى. المعادلة السابقة في السؤال رقم 1 تمكننا بقليل من التلاعب أن نكتب الديفرنشال إيكويجن على شكل y equals something، ولكن لا تحاول في مثل هذا النوع من المسائل أنك تريد أن تقوم هنا بما قمنا به في السؤال رقم 1، بمعنى أنه هل يجب علي أني أكتب السلوشن على شكل هنا y equals حدود كلها x؟ أقول أن هذا ممكن ولكنه يحتاج إلى عمل طويل وشاق. لذلك من ناحية نظرية ومن ناحية عملية نعتبر أن الحل هنا قد انتهى، ولا تحاول يعني تركز في مسألة والله أنا أريد الحل أن يكون على شكل y equals. أحيانا يتطلب هذا جهد يفوق بأضعاف حتى حل المسألة نفسها. لذلك أنهي الحل هنا يا رعاك الله ولا تخشى شيئا أصدقائي. For continuity subscribe share and like. شكرا لكم.